الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد مساء الخير. ضيف هذه الليلة المباركة على شط النيل والنهر الخالد هو أحد التواشيح العريقة فيه وله، وضيفنا في هذه الليلة أغرى الكثير من الشباب السوداني أن يلتحق بموكب الذكرى في الفنون والثقافة والإبداع والصحافة والسياسة أيضا. ضيف الليلة رجل توزعت أمشاج ثقافته على كل الأصقاع والبيادر في بلادنا، فهو بين الشعراء شاعر كبير، وبين أهل السياسة سياسي كبير، وبين أهل الأدب أديب كبير، وبين أهل الصحافة صحفي كبير ونقيب. وقد درجنا في كل الحلقات السالفة أن نهدي الحلقة إلى مفكر أو شاعر أو مبدع كبير. هذه الحلقة ضيفها والذي تهدى إليه أمير واحد. نحن بكل الاحتفاء وبكل المودة والإعزاز والشرف نستضيف الأستاذ الكبير الصحفي الشاعر الموثق أحد نخلات بلادنا الطوال المثمرات. أنا سعيد أن أستضيف في هذه الليلة وفي هذا المساء الرمضاني الكريم الجميل الوسيم الأستاذ فضل الله محمد. شكراً يا حسين يعني على هذه الكلمات الطيبة التي أعطتني أكثر مما أستحق، ورمضان كريم لكل السادة المشاهدين. وأنا سعيد الحقيقة سعادة مزدوجة، أولاً لأنه ألتقي بك، وثانياً لأنك أتحت لي فرصة لقاء الأخ الحبيب حمد الريح، وهو الفنان مطبوع وعلاقتنا به قديمة حتى من أيام الجامعة، مكتبة الجامعة. فهذه ليلة محضورة والحمد لله. شكراً. تعرف يا أستاذ فضل الله يعني الزول لو اشتغل في المنابر الإذاعية والتلفزيونية وحتى الصحف 100 عام يصيبه في كل ليلة قلق المنابر والعيون. نحن لحد ما نستعيد أنفاس أو يطمئنان ذلك القلق ننبه ناس الجزيرة من أقصاها إلى أدناها، أرض المحنة. وخلي أخونا محمدية يتذكر لنا واحدة من المقاطع التي تنبه أهل الجزيرة لكي يستيقظوا بأن ابنهم بيننا. ماذا أنت فاعل بنا يا محمدية؟ Thank you.
فضل الله لو رحم الله الأستاذ محمد مسكين وبارك في أبنائه وبارك في أبنائه، ومثل ما كان للأحداث الكبرى دوي فللأغنيات كان دوي، ومنها هذه الأغنية الصغيرة الجميلة التي ابتدر بها فضل الله محمد كتابة الأغنية السودانية في مدى على الأقل. أستاذ فضل الله، إذا كان الناس يقلبون بطاقاتهم الشخصية المولد والمدارس والجامعات، فالذين ولدوا في مدني حق لهم بكل الاعتزاز والشرف أن يقلبوا كرن المدينة. أنا حقيقة عايز بنظرة الشاعر والكاتب والفنان تقلب لنا صفحات مدينة ود مدني، ونبشر أهل مدني وفضل الله بأننا أيضا أنا ومجموعة العازفين والفنانين الكبار على الطريق، يعني مع الأستاذ حفظ الريح الدكتور نقيب الفنانين الذي تسنم هذا المنصب بعزوته وبفنه وبمجده وبانتمائه لهذا الوطن ولهذا المجال الفني الكبير العريض. نقلب صفحات مدني ونحن كلنا نحتفي بفضل الله محمد. طيب، أنا دائما الحقيقة بقول، قلت قبل كده وأكرر الآن، إنه أي شيء جميل الواحد اكتسبه في حياته اكتسبه من مدني، وأي شيء عدا ذلك لأنه بعد من مدني. فأنت اللي عذفت على الوتر المؤثر في حياة الواحد. مدينة ود مدني محفورة في الوجدان، يعني بمبانيها العتيقة وبأشجارها المعمرة على طول شارع النيل. يعني إذا بديت من غابة عطر المطلة على بحراز ومشيط على طول النيل حتى حي المدنيين ومدرسة مدني الأميرية والسوق وكذا إلى ما يسمى بالحي السوداني، ثم إلى جزيرة الفيل بحدائق الغناء. يعني قدلة مثل هذه تذكر الواحد بقدلة الخليل. يا سلام. فالمدني هي هذا الجمال طبيعي، وهي أيضا جمال الناس اللي فيها، يعني وعراقة المدينة يمكن أن تلمسها في جوانب كثيرة جدا. بالنسبة لنا نحن كناس مشتغلين بالفنون، يعني والمدينة كانت رائدة أفتكر في كل مجالات الأدب والثقافة والفنون. الآن نحن في حضرة الأخ حمد الريح نتذكر أبو الفن الغنائي في السودان إبراهيم الكاشف مثلا. فنحن نؤصل للغناء السوداني بمدني أيضا بإبراهيم الكاشف، والرحلة ممتدة. الآن سمعنا أنغام من طلحين الراحل محمد مسكين، والقامات عديدة في ود مدني لعلي أذكر أخوين محمد الأمين وعركي، ويمكن أن تعدد الشعراء إلى ما لا نهاية. فمدني محفورة في الوجدان، ليس وجداني أنا فقط وإنما أعتقد وجدان الأمة السودانية بكاملها. الكلام عن مدني لا ينقضي. أنا بتذكر إنه أهل الحقيبة بيقولوا إنه أغلب شعراء الحقيبة كان لهم وجد وحب لمدني. حتى القصيدة المشهورة لسيد عبد العزيز مسوا نوركم شوفوا الجبين صباح الصباح الله لا فايدة في المصباح. نعم. وكان دارج يغنيها في عريس عبيد عبد الرحمن، والعربة يعني تعطلت بالقرب من مدني فبعث بها وقالوا كرومة غناها في الفاصل الثاني وفضت ولحنت تم غناها في الفاصل الثاني. نحن لذكرى الحقيبة أيضا في مدني، والعراقة والشبلي والمساح
وكل شعراء الحقيبة والذين بعد ذاك طافوا عليها، حميدة أبو عجر والقرشي. يا ريت نسمع من حمد غصون الروضة مالك، وهي أغنية حبيبة إلى نفسنا من أشعار سيد عبد العزيز. والله صار
أستاذ فضل الله، بصراحة أنت كصحفي وشاعر، الصناعية ديل عبد الرحمن الريا، حسيد عبد العزيز، وأبو صلاح، والأمي، والمساح، الكان ترزي، والكان سواق، والكان نجار، ولكن رغم هذه المهن كانوا مثقفين كبار. بصراحة أنتوا قاعدين في جلساتكم الخاصة كشعراء للأفندية والجيل الجديد، بتقولوا شنو عن الصناعية ديل؟ والله إحنا لا نملك إلا أن نحترم هذا التراث ونحترم الذين أبدعوه، وده بيأكد حقيقة إنه الموهبة هي الأساس في الإبداع. يعني مثلا لا تكتسب بالمدارس ولا بالجامعات ولا بكده، وإنه أعظم الشعر قالوا هؤلاء العباقرة زي ما قلت هم في غمار الحياة، يعني منشغلين بالمعيشة بتاعتهم وبمهنهم وبكده، وبالرغم من ذلك نزعوا نفسهم من هذا الواقع وسموا بهذه المعاني العظيمة. يعني نسيم جاك من شمالك، يعني جاي من مصر يعني. نعم نعم. فيعني دي بعدين كانوا بالرغم من انشغالهم بحرف وبمهن وبكده كانوا مثقفين. يعني الثقافة هي ما في المدارس. يعني أنا أفتكر كم المعرفة الموجود في الغناء القديم، غناء الحقيبة بالذات، يفوق كثيرا الموجود في كل الغناء السوداني. يا سلام. تعالوا أستاذ فضل الله، دائما يعني مبارك المغربي هو كعسكري يعني وشاعر، زي ما الناس بيدعوا إنه الجيل الجديد هو الذي أضاف للثقافة والشعر السوداني، وزي ما يعني شعراء الحقيبة يقولون أن الإبداع جاء منا هنا، ومثل شعراء الدوبيت والغناء الشعبي، هو عنده ادعاء أن أيضا الإبداع خرج من فوهة البندقية وإضافات ناس الجيش في الأشعار، الصاغ محمود أبو بكر وهو كضابط في الشرطة، وعوض أحمد خليفة والطاهر إبراهيم. لكن في شخص ويت جبت سيرة مصر، نحن دارين نتكلم عنه الثلاثة، على حال أنا حقول عنه حكاية واحدة. الراحل عبد المنعم عبد الحي، سلام الأمير اللاي، يا سلام، ود الموردة، والجندي في الجيش المصري السوداني عندما كان هذا الوادي وادي واحد يعني. فبيحكي لي واحد من السودانيين، قال لي كان لقيته برتب في أموره جاي السودان، لكن فجأة غير رأيه، لأنه الأيام دي واحد من اثنين من أولاده استشهدوا في المعارك المصرية، واحد طيار واحد ضابط. فقال له يا أخي أنا الآن دمي وأبنائي هنا، ومصر والسودان قطر واحد، فألا أنا لن أسافر وسأكون هنا مع دماء أبنائي. وأنا بفتكر إنه الدرس ده بيوري إنه مستحيل تمزيق الصلات بين مصر والسودان، مثل ما يستحيل الآن تمزيق السودان أيضا مهما كانت الادعاءات لجنوب وشمال وشرق وغرب. ما يعني، وأنا عارف إنك أنت كان عندك حب كبير جدا لسيد خليفة، فماذا بقي في ذاكرتك عن عبد المنعم عبد الحي؟ والله شوف، أنا يعني أعتقد جازما أنه أعزب الغناء السوداني كتبه عبد المنعم عبد الحي. يا سلام. وبرغم أنه مقيم بجسده في مصر، لكن ما شاعر أنا بأنه هنالك من تشرب بالروح السودانية والمجتمع السوداني والتغيرات السودانية مستعدمون يا عبد الحي. غناء حقيقي يعني، ما فيه أي تنطع، ما فيه أي صناعة ولا كده، من القلب للقلب. يا سلام. أنت عارف يعني، ودي يمكن تكون قضية تناقش في يوم تاني، حسن عطية قال لي هو دائما كان بيستقبلنا أنا وحمد المصطفى والرعيل الأول من الفنانين، ويقعدنا ويسكننا ويحتفي بينا ويفرح بينا وكده. قال لي كل السمات بتاعت حركته، إشاراته، استماعه،
بتدل على انه شاعر لكن ما عنده اي قصيده. فقام قال لي قمت قلت لاحمد المصطفى يا احمد الا نحلف طلاق علي عبد المنعم حيدا يكتب الان قصيده. فقال اتقابضوا كده قال لي شو عبد المنعم ما بتطلع من البلد الا تكتب لنا قصيده. فكتب القصيده وكتب بعدها اكثر من 300 قصيده. فده بورينا انه السودانيين مرات يقللون الجهد والخلق والابداع الذي فيه. انا حقيقه يا حمد عايز اعرف من وين عرفت عبد المنعم عبد الحي وقصه شنو بتاعت بين اليقظه والاحلام، وعايزينك تغنيها لنا وتغنيها لفضل الله وللسودان ولمصر، وتحيه خاصه منا لهم ولاخونا ود الحاوي. ما هي قصه هذا النص؟ هي القصيده دي انا غنيتها في 67 وانا في شهر العسل. يا سلام. وعبد اللطيف خضر في شهر العسل، والمرحوم حسن مختار في شهر العسل. يا سلام. فتلمينا الثلاثه سوا في ذاك الزمان، و قالوا دي مصادفة عجيبة يعني. قالوا نمشي يعني نشوف الشعر عند الزول ده كيف، وإذا في حاجة ممكن نغنيها. فلما مشينا تعرفنا كده وتونسنا، وطوالي لقينا بين اليقظة والأحلام اللي هي الحنين لأم درمان. يا اسمها الحقيقي الحنين لأم درمان. لو إنسان صبح قصة. أنا القصة. أنا القصة يا أم درمان. فعبد اللطيف الرجل ما شاء الله نشيط وما زال حتى الآن يعني وفرحان ينتج الوكدة. ينتج يعني ما وقف أبدا. فقام لحنا وغنيناها وسجلناها في ركن السودان. يعني تغنت في القاهرة قبل ما تتغنى في السودان. تعرف يا فضل الله يعني نحن في درمان طبعا زمان كانت الثقافة ثقافة صوت، يعني قبل ما تجي المعابر الجديدة دي. فحمد ده أسر أم درمان العريقة دي دائما تجيبه لحلالة يعني للإشارة. أنا قلت له جزء من أجورك الكبيرة يوم القيامة أنك أشهرت كثير من بيوت الحلال يعني. دي من أمجاد المغنين السودانيين. فنحن نفتكر الحفلة اللي بيبداها بيبدا حمد ده بينار البعد والغربة تقعد تحضرها. فنحن حسي حنحضر معاك لأنه حنخلي حمد ده يغني لنا نار البعد والغربة. شوق لأهلي والصحبة وشوق لكل جميل في الحي. Thank you.
معلي العين اطلع بدم معلي العين وزفرة بتشعل انفاسي اطلع بدم معلي العين اطلع بدم معلي عليك يا حمد يعني أنت تعيدنا إلى الزمن الجميل وتعيدنا إلى القاهرة والخرطوم وجوبة دفعة واحدة. فضل الله أنت التواتي ده لقيته هنا أول مرة حمد ده. حمد لقيته في المير رود طبعا جامعة الخرطوم كانت مسرح للقاء الحسي يعني، لكن يعني متابع حمد منذ ذلك الوقت، وبعد ما ساب جامعة الخرطوم وأنا سبتها وكذا، فبصماته واضحة جدا في مسيرة الغناء في السودان ولا تستطيع أن تخطئ الأذن يعني. يا سلام. وأنا متابعه الحقيقة على البعد، ما بنتلاقى كثير لكن
متابعه جزء من العاطفة خطوة بخطوة إن شاء الله. أنت حمد كيف أفلت منك شاعر كبير زي فضل الله ما غنى؟ حقيقة يعني أنا أفتكر في الوقت ذاك زي ما قال هو ما كنا مغربين لبعض. تمام. لكن يعني أنا ابتديت فعلا أعرف أستاذ فضل الله لما أصبح رئيس لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم. رئيس المجلس الأربعين. ورئيس الاتحاد. رئيس الاتحاد اتحاد الطلاب. فده الوقت اللي فيه برزت لي شخصيته أكثر. حتى بعد ذاك ابتديت أكتشف إنه هو بيكتب الشعر وكذا. وعلي حال أنا طبعا مقيل جدا ما أنت عارف. ولكنك مجيد. يعني العرب في الأرض يقول كان مقلا لكنه مجيد. التكفير عند علي. أنا حقيقة تمهيدا لكلام كثير نهيئ نفسنا له، لكن دارين نقول إننا بنرجع في فاصل إلى استوديوهات الإرسال ونعود.